اما انت متجوزه من بدري ما قلتوليش ليه؟ خبيته عليا ليه؟ ايه؟ خايفه رنا تسمع؟ تلاقيش رنا عارفه كل حاجه. لسه دلوقتي كانت قاعده بتحكي لي على المحضر اللي جالك البيت. يا خساره، علمتوا بنتي الكذب، علمتوها الداري، تخبي عليها حاجات كتير قوي. هو ده اللي انت بتعلمه لها؟ هي دي التربيه؟ طبعا انت دلوقتي بتسالي نفسك وتقولي الراجل ده ماله ومالي، هتجوز او ما اتجوزش. لا يا هانم، انت خالت بنتي، بنتي اللي امها سايباها ليل ونهار قاعده معاكي ودايره على حل شعرها. يعني انت اللي بتربيها، عشان كده لازم اعرف عنك كل حاجه، كل كبيره وصغيره. واهم حاجه لازم اعرفها دلوقتي، انتوا ليه خبيتوا عليا موضوع جوازك؟ ايه السر في انكم تخبوا عليا؟ ها؟ انا اقولك، عشان اي مقارنه بيني وبين الصعلوك اللي انت متجوزاه هتبقى النتيجه في صالحي. وطبعا ده مش هيعجب الست هانم ملك، لانها يهمها ان دايما ابقى انا اللي تحت، وعيلتكو هي اللي فوق، العيله اللي كلها ملايكه نزلت من السماء، العيله اللي ما بتغلطش، عشان كده خبت عليا واكستكو. بس ما عملتش حساب ان السعلوك بتاعك هيجي لي لحد البيت ويحكي لي على كل حاجه. انا مش جاي اقعد والضيف، انا جاي عشان اقول لك كلمه واحده تبلغيها للست هانم اللي انا مش عارف اوصل لها. بنتي مش هتقعد معاكو اكتر من كده، بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا، انا هاخدها بالمحكمه، ولعلمك المحكمه سهله قوي انها تحكم لي، لان امها مش فاضيه لها، خصوصا بعد لما تتجوز البيه رجل الاعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري. اوكي، بس من فضلك اول ما سيادة الوزير يخلص الاجتماع بتاعه يكلمني على طول. شكرا، مع السلامة. انت متوتره ليه؟ مش قلت لك احلها؟ عادي، كنتش حابه انه ده يحصل بالطريقه دي. انا لا حراميه ولا متهربه من الضرايب. التوتر بتاعك ده ممكن يعمل نتيجه سلبيه عند الموظفين. المفروض تتصرفي بهدوء عشان ما حد يشك فيكي، حتى لو عندك مخالفات ما تعمليش كده. بس انا يا نديم ما عنديش مخالفات صدقني. انا بقول حتى. ملك، هما ماشيين خلاص. اوكي، عن اذنك. ملك. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا سيادة الوزير. الله يخليك يا فندم، ما نجلكش في حاجة وحشة. لا لا، موضوع بسيط خالص. تسلملي، تسلملي يا فندم، تسلملي. يا فندم، يا فندم، بعد إذنك، حضرتك خدت لاب قلت هتشوف فيه حاجة وترجعهولي تاني، ممكن؟ خلاص يا أستاذ، أنت ما صدقتش ستي بالجملة؟ خلاص، هنشوف اللي عليه بعدين بدلونك، في إيه؟ إلا إذا لو لقينا حاجة كده، حاجة كده، هنحرز الكلام ده كله، وهعمل لكم بيها قضية تهرب. تهرب ايه يا فندم؟ لو سمحت دي متعلقات الشخصية، ممكن تجيبها لو سمحت؟ خلاص يا عمرو، خليهم ياخدوا اللي هم عاوزينه، احنا مش على راسنا بطحة عشان نخاف. ايوه يا ملك، بس دي متعلقاتي لو سمحت. ممكن بقول لك ايه؟ هي دي ملك الجرحي؟ ايوه. طيب بقول لكم ايه يا رجالة، اتفضلوا انتوا يلا على الاسانسير عقبال ما انا اروح حمام السيدات. حبكت يا استاذة. ايه ده يا استاذ فيه؟ انت بتتدخل في حياتي ليه؟ اتفضل حضرتك. حبكت تروحي دبليو سي دلوقتي. اتفضل حضرتك، دبليو سي ايه الكلام ده؟ بقول لحضرتك ايه، ممكن كلمتين على انفراد؟ اه قوي قوي، اتفضل. عمي انا على فكره ده بلاغ كايدي، يعني ملوش اي 30 لازمه. عموما ولا يهمك، ده الكارت بتاعي، في كل ارقام تليفوناتي وكلها شغاله، كلميني في اي وقت وانا ان شاء الله احل لك الموضوع. شكرا. استاذنك بقى عشان هم مستنين. اتفضل. معلش السؤال بس صغير. اتفضل. هي الحلاوه اللي انت فيها دي طبيعيه ولا طحينيه؟ يا خروشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا استاذه مأمورة. ايوه، الشنطه بتاعتك.
السلام عليكم. رامي لو انت بتهزر على فكرة انا مش فايقالك. ايوه بقولك نديم فخري انا. يعني ايه نديم عندكو؟ انت متأكد؟ ايوه متأكد. بيعمل ايه وليه؟ هو في ولا في ايه؟ جاي معاه من برا؟ والسواق بتاعها قالكو ايه؟ جايين من البيت؟ ده كده اللعبة على كبير قوي. طب بص بقى يا رامي، احنا شكلنا كده اتضحك علينا وراحت علينا الفلوس اللي كانت هتطلع من ورا الموضوع ده. احنا نلم الدور بقى ونرضى بأي حاجة. احنا قلنا كده من الأول، قلنا كده من الأول. انت اللي نشفت دماغك وقلتي لي عايزة مش عارف كام. طب اعمل ايه انا في الايميل اللي اتبعت؟ ها؟ الميل ده ممكن يتلغي في حالة واحدة بس، اننا نفعل العقد. وده مش هيتم الا لما الهانم اللي عندك تصرف في الشيك الديبوزيت اللي خدته، وهي طبعا مش هتعمل كده عشان الميل اللي بعتته لنا. طبعا ايوه طبعا. بس انت بقى لو عرفت بطريقتك كده تاخد الشيك ده من غير ما هي تعرف وتودعه في حسابها من غير ما هي تعرف اي حاجه عن الموضوع ده، ساعتها هنرد على الميل بالرفض ونقول لها خلاص انت قبضتي الفلوس، يا تستمري معانا يا تدفعي الشرط الجزائي. لا 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 ما تقلقيش، قبل ما البنك يقفل النهارده الفلوس هتكون في الحساب. كم اون بقى ما تقلقيش، دي لعبتي انا. اوكي يلا سلام. مع مين الهري واللوكلوك ده كله؟ دي بعدين بقول لك. بعدين؟ كريم فادي فادي وات ايفر، تعال عايزك في حاجه. خير في ايه؟ هو هيجي منين الخير وانا بقول لك ان عمي هو اللي ورا كل ده؟ مش خلاص اتحلت؟ والحاجات اللي خدوها هيرجعوها فورا. ثانك يو نديم، انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي، دايما تعبك معايا. ما عادش ينفع فيا انك سايب كل حاجه وجايه معايا ومش راضي تسيبني وانت في الظروف دي. يا سلام، انت لابسه مريالة واقفه في المطبخ وتعملي لي اكل؟ تعرف عمري ما كنت اتخيل ان عمي يعمل فيها كل ده عشان الفلوس، عشان تبقى تفهمني لما اقولك عايزه اسيب البلد وامشي. تاني احنا قلنا لما المشاكل دي تظهر نفتكر ايه؟ شي ح ي بيرد، رجع تاني ما يردش عليا، مع انه اعتذر لي وقال لي ان هو كان مشغول الايام اللي فاتت وما يتصل بيا على طول. انت شفتي العروسه اللي هو جابها لي؟ هو ليه ماشي كده من غير ما يسلم عليا؟ لو كان قاعد يهزر معايا الصبح وكان جميل، ليه بقى رجع تاني كده؟ طب هو قال لك ايه خلاكي متضايقه كده يا مريومة؟ ما تخافيش مش هقول للمامي. يا مريومة الجنان ده بتنطي في الميه في الشتاء بهدومك كمان، ايه الجنان ده؟ تعرفي ان مامي مش بتعرف تعوم مع انها بتحب الميه قوي. رجع تاني يلا اكلي بتاك جاهز. اوكي بتنطف في المية قدامها. أيوة she does crazy things.
عزوتي وانه قريب قوي 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 هنكون في بيت الطاهر. انت بتستعبطي يا مريم؟ ازاي ما تاخديش ورقة طلاقك؟ طب والمصحف هتجننيني؟ صراحة كده انا اكتشفت ان انا كنت ما بفهمش ان يبقى عندي بنت عم حلوة زي كده وانا مش شايفها او عامل مش شايفها ابقى ما بفهمش. فهمني؟ انا نسيت اقولك ان الصور والفيديوهات كل الحاجات اللي اختك خدتهم دول كوبي، لكن الاصل عندنا. هو انتي بعد مسج نديم فخري سوى انتي مالك بيه عشان تبعتيه ولد؟ جبتي عنوانه منين؟ مش معنى النهاردة ممكن ملكيش دعوة بالناس اللي انا بشتغل معاها؟ ممكن ولا لأ؟ خصوصا بعد لما تتجوز البيه رجل الاعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري. ليه يا مريم؟ ليه ما قلتليش انك متجوزة؟ ليه سبتيني اقرب منك؟ متعلق بيكي؟ قولي لي يا مريم، كنت قولي لي على الاقل يعني على الاقل يعني كنت ما حبيتكيش. ابنك ما بيردش يا نادية. هنزله. ايه؟ تنزلي فين؟ انت مجنونة. هقلب عليه الدنيا لغاية ما الاقيه، ده ابن الحيلة. اسكتي يا نادية اسكتي. أنا قلبي وكلني عليه قوي قوي قوي. حاسس إن أنا السبب في كل اللي حاصل له ده. واد ما كانش
قابلها ولا طايق سيرتها لحد ما حضرتك عملتي له العمل اياه. بقول لك ايه، هتنزل معايا ندور عليه ولا انزل لوحدي؟ جرالك ايه ناديه؟ الله، هو موبايل واقع منك هترن عليه وتلاقيه؟ الله، ولا عايز صغير تاه منك في البول هتخليهم ينادوا عليه بالميكروفون؟ كلم امك، كلم امك، كلم. ايه اللي بتعمليه؟ ما تشعلي النار يا ناديه. يوه، وانا بقى في عقل من ساعه ما سمعت كلام المخفي اللي كان هنا. ما تفكرنيش يا ناديه، ما تفكرنيش، انا مش مصدق. ده اول ما طلع قسمت الجواز يا اختي وشفتها بعيني الدنيا لفت بيا، لفت 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 لفت، وانا يا زغللي زغللي زغللي، ومبقتش شايف حاجه قدامي. كلكم وصور اوضه النومكم تاني. اني عليك يا طارق يا ابني، اول ما شافها نزل جري. والله يا ناجي انا لحد دلوقتي ما انا مصدق. والله ما انا مصدق. مريم، مريم، كل ده يطلع منك انت يا مريم، يا طيبه يا أميرة يا غلبانة. أنا كنت فاكرها ملاك يا أختي بجناحين. أقولك على حاجة؟ قول. أنا قلبي كان حاسس. النبي. قلبي كان حاسس. قلبي كان حاسس من إمتى يا ست نادية؟ ولما كان قلبك حاسس كنت بتسقي ابنك العمل كل يوم في الرايحة وجاية على الريق ليه أبو قلب حاسس؟ يعني ما كنتش عايزنا أشتغل عشان الملايين دي تطير من إيدينا؟ طلعت طايرة يا ست نادية. طلعت طايرة طايرة طايرة، ومن زمان واحنا مش واخدين بالنا يا نادية. لا وقال ايه، اسكتي على خيبتي، اسكتي. قال انا اتشملل قوي وافتح صدري قدام المحامي بتاع اختها وقال له ابدا لا يمكن انا هناخد قرش واحد من نصيبهم، ولا الا انا مش عاوز حاجه، وانا كمان متنازل عن نصيبي كله لمريم. حقه، دي كانت هتبقى خيبة بالويبة لو وافقت. الحمد لله الحمد لله، جت من عند ربنا وقالت لا. ايوه نادية. نعم. الموضوع كده محتاج اعادة تفكير وتخطيط من جديد. الاول اطمن بس بتوع الدرايب عملوا ايه، وبعدين افكر في الجولة الجاية. جولة ايه اللي هتفكر فيها؟ مش تفكر في ابنك الاول؟ ابني ماله، ابني ماله يا اختي؟ ابني اتخانق من اللي سمعه، نزل يفك عن نفسه شويه وعلى اخر النهار هتلاقيه رجع. يعني انا متاكده ان هو عندها دلوقتي. وهيروح لها يعمل ايه؟ يتكلم معاها. ويتكلم معاها في ايه؟ دي ست متجوزه، متجوزه يا ناديه، مش عارفه يعني ايه متجوزه، متجوزه. يعني مش مخطوبه، يا ريتها كانت مخطوبه ولا كانت بتحب ولا كانت ضربه ورقتين عرفي، انما دي اختي متجوزه بعقد رسمي على يد مأذون. يا ناري لو حد يلايمني عليها كنت اطبق في زماره رقبتها. هتعملي ايه بزماره رقبتها؟ دي حتى زماره رقبتها خربانه ما بتزمرش. فاهمه؟ نعم. انا عايز ابني عشان افك له العمل اللي اتنيلت على عيني وعملته له. ايوه، هتفك له ازاي؟ بعد ما وقع على بوزه يا اختي في حبها. لا، ما انا وعدك هخليه يكرهها كره العمى، وهي هخليها متشعلقه بيه. بص يا ناديه. ايه؟ انا عاوز اقول لك كلمتين عشان نبقى متفقين من اولها. قول يا حبيبي، قول. قسما بالله العظيم ثلاثه. لو الحاجات اللي بتعمليها دي كلها ما جابتش نتيجه، هخلي قدامك خيارين اتنين مالهمش تالت. يا طلقك يا اتجوز عليكي. اختاري اللي يريحك في الاتنين دول وقولي لي عليه عشان انفذهولك من دلوقتي. ولو اني انا لو خدت رايي هقول لك اتجوز عليكي ارحم ما طلقك. الأيام جاية كتير؟ هيحصل، بس يا رب ما يجراش حاجة وتنزل على ملك وشك تاني. تالت. إيه ده؟ أنت عددهم بقى؟ مش عارف إن أنا والأرقام أصحاب. عكسي تماماً، أنا ماليش في الأرقام، تحس إن بيني وبينها عداوة. عداوة مع الأرقام وأنت بيزنس وومن؟ بيزنس وومن، ملكة الخسائر.
انت كنت قاعد وسامع. كنتش سامع حاجة، انا كنت مركز احللك المشكلة. هي دي بقى مشكلتي، محدش بيصدق اني بحب شغلي لدرجة اني ممكن اخسر. يعني طالما بعمل حاجة وانا مقتنعة بيها هنا مش مهم حتى لو هصرف عليها. بس ده مش صح، انا بعمل اللي بحبه وبكسب وبشتغل عشان اكسب، واي بيزنس مان يقولك عكس كده مصدق. انت عايز تقنعني انك عمرك ما خسرت؟ بخسر بس طيب. لازم اكسب علشان اكبر مشاريعي ويبقى عندي فرص عمل جديد، وبكده اعرف اساعد بجد. اللي انا بكسبه ده مش بيخصني لوحدي، ده بيعم على كل اللي بيشتغلوا معايا. بس اللي انت بتقوله ده ملوش دعوه لو انت شخصيا بتحب الفلوس ولا لا. مش موضوع حب وكون، الفلوس باور. انت عارفه الزمن ده ما يليقلوش غير الاقوياء. ضعيف اداس عليه في الدنيا. عندك حق اكيد. أنصحك ما تاكلهاش. بليز. ثانك يو. هات هات مش حلو. ممكن طلب تاني؟ بليز. بلاش سيجارة على الريق. أنت مش واكل حاجة من الصبح. عشان خاطري. برافو يا محسن. أول ما كلمتيني وديتيني عنوان الشركة بتاعتها رحت استنيتهم هناك لحد ما نزلوا وخدت لهم كام صورة كمان وهم نازلين مع بعض. هايل. بص بقى، أنا عايزة الصور دي تملى كل الجرايد والمجلات والمواقع. عايزين نفكر لنا كده في منشط جامد. ملك الجرحي؟ لا. رجل الأعمال نديم فخري من عزاء ابنته إلى قصة حب. وتعمل كده شوية أكاونتات وهمية يعملوا كومنتات من اللي قلبك يحبها. أنا عايزة الدنيا تولع. من عندي قبل من عندي. بس الرقم اللي هتقول عليها ده. يبقى اتفقنا. ألو مساء الخير، مين؟ ألو؟ أيوة مع حضرتك ميشو صبري البي آر مانجر دكتور خالد الليسي. مين دكتور خالد ليسي؟ هو بزنس مان مصري عنده استثمارات كتير في الخليج وكان عايز يجيبها هنا، وكمان كان حابب ان يبقى في شغل ما بينه وما بين مستر نديم فخري. So can you please set up a meeting within the next few days? Yeah. لا هو مستر نديم مش فاضي شويه اليومين دول. لو تحب ممكن احدد لك ميعاد مع الكونسلتنت بتاع المجموعه. اوكي طب انا هرجع لدكتور خالد واكلم حضرتك تاني. اوكي ايه مش اللي انت طرشته في اخر مكالمه؟ انت عبيط. طب ما انا اتلخبطت يعني اول ما قالت لي ان مستر نديم مش هيعرف يقابلنا وهتظبط مع الكونسلتنت بتاع المجموعه. يا ابني اتلخبطت ايه؟ انت عبيط. كنت ترد عليها تقول لها دكتور خالد الليسي ما يقدرش يقابل حد اقل من نديم فخر، مش كونسلتنت ومش كونسلتنت. طب مفيش مشكله، انا قلت لها اكلمك تاني اكلمها تاني. يا عم استنى بس استنى، انت كده ما تبقاش خفيف. انت مش سامعني وانا بقول لها انا هرجع لدكتور خالد وهكلمك تاني. ايوه مش بالسرعه دي، انت يعني بعد دقيقه ونص هتكلمها تقول لها انا وصلت له؟ عادي يعني اي حد يوصل لي بالسرعه دي؟ تفهين احنا اول الدرجه دي؟ بصراحه بقى لسه حراتك دي بقت خطر وانت بقيت متعب. خطر؟ طب مالكش دعوه بيا تاني. هو ايه اللي ماليش دعوه بعد ما خليتني مجرم؟ خليتك مجرم؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ هو انا عشان ثبتنا الثوابت عملك قدام الشركه بقيت مجرم؟ امال لو قتلت هتعمل ايه؟ اكيد هبقى سفاح. سفاح؟ لا خد بقى النصيحة دي وخليها كده حلقة في ودنك. اللي عايز يعيش يا ابني في الدنيا دي يا يعيش ويموت غيره يا يموت هو ويعيش غيره. ركز بقى كده وخلي بالك عشان تختار صح. سيدي على المواعظ والحكم. لا كان على المواعظ والحكم، ده الفترة الجاية كلها مواعظ وحكم، خلي بالك. بس نفذ اللي في دماغي. على فكرة بقى اللي في دماغك ده مش هيتم طول ما أنت مخبي عليا ومش قايل لي إيه اللي على التليفون وكمان عامل فيلم كده عشان نسرقه. هو انا مش قلت لك ان التليفون ده هربط بخيوط كتير جدا كلها ببعض؟ الحل الوحيد ان يبقى التليفون معايا. خيوط ايه يالا انت هتصيع؟ هصيع؟ طب اميره دي كنا هنعرفها منين لولا ان انا لقيت مسجات على موبايل ملك من واحد شغال معاه في الشركه اسمه الواد اللي اسمه رامي ده،
وبيقول لها أميرة ونديم فخري وفي كوميشن وفي قصة كده بينهم. بلاش دي، كنت أعرف منين إن الملياردير المصري العظيم المعروف نديم فخري واقع على وشه مع ملك؟ منين؟ الموبايل هو اللي وصلني بكل القصص دي، لازم تبقى فاهم. طب خلي بالك بقى، نديم ده عمرك ما تعرف تجيبه على حجرك، ومش هيخش عليه الشغل الهبل اللي انت قاعد بتعمله ده. طب مالكش دعوه، سيب شغل الهبل ده عليا لوحدي. وريني بقى هتعمل ايه. مفيش، الفتره الجايه هجمع كل معلومه ينفع اجمعها عن نديم فخر من اول ما اتولد لغايه النهارده الدقيقه اللي احنا بنتكلم فيها دي. ومش هو لوحده، ده اللي لازم اوصل لها كمان مراته، دي مفتاح القصه كلها. ايه ده اوفر يا حبيبتي؟ هو ايه اللي اوفر؟ انت سكرانه ولا ايه؟ لسه جايه كفايه كده، يلا بينا. يلا بينا على فين؟ يا رشا انا خرجتك علشان ذنبك، ما تنسيش ان في واحد بدور عليكي. مين بقى؟ يلا بينا يا رشا. مش ماشيه دلوقتي يلا. يلا بينا يا رشا. بقى استا اسكيوز مي سوري. بنت عادي داليا، ما تقرفنيش في عشتي، انا مش هروح. عايز تروحي روحي انت، انا غلطانه اني طوعتك. خليني اذكر عشان اعرف افكر في الراجل ده اللي حرمني من بنتي وطلع يقش عنها بعد الشهر. طب بذمتك انت في واحد عاقل يقول على بنته كده؟ يلا بينا. لولا ان انا عارفه اني ما ينفعش اسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. انا مش جايه لك بصفتي الاسيستنت بتاعتك لاني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ انا مش مستنيه حد يقبلها. بلاش كلام فارغ يا اميره، بكره الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع، الموضوع بالنسبة لي منتهي خلاص. من امتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ اعتبرها أول وآخر مرة حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني، لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاية عشان شغل، أنا جاية عشانك أنت، عايزة أشوفك، عايزة أطمن عليك وشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة.